خلينا نروح لتقرير اخبار الكبير، اخبارنا النهارده من كل الاماكن سواء محليا او عالميا، ومن بعده فاصل، ومن بعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن رامي ربيع، هيكون ضيافتنا في الفقره الاولى في البيت الكبير. وصل المارد الأحمر تدريباته صباح اليوم بعد خوضه مباراة ودية أمام سموحة أمس، حقق فيها الفوز بهدفين لهدف ضمن تحضيراته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا. عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وأدى اللاعبون فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي ضمن البرنامج البدني المحدد لهم. أشاد الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمام سموحة، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال إفريقيا. من جهته عقد الكابتن خالد بيبو اجتماعا مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق صباح اليوم على هامش المران الجماعي، وحرص بيبو على الاطمئنان على الشناوي في بداية مرحلة العلاج الطبيعي الخاصة به ضمن المرحلة الأولى للتأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا. وخاض الشناوي جلسة علاج طبيعي في الجيم ضمن البروتوكول العلاجي المحدد له بعد الجراحة. ينتظم المالي أليو ديانج نجم الأهلي في التدريبات الجماعية بعد غد الخميس، بعد أن منحه الجهاز الفني راحة سلبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية. اختارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إمام عاشور نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي ضمن 6 لاعبين تميزوا في بطولة كأس أمم إفريقيا للاحتراف في الأندية الأوروبية الكبرى. وذكرت بي بي سي في تقريرها أن إمام عاشور كان متميزا في تقديم الدعم الدفاعي والاندفاع لتعزيز هجوم منتخبنا الوطني، بينما الارتجاج في المخ منع اللاعب من المشاركة في دور 16 من البطولة رفقة الفراعنة. وضمت القائمة كل من لامين كامارا وخيسوس أونو حارس مرمى غينيا الاستوائية وأبو بكر كويتا لاعب موريتانيا، وكذلك جالسون دالا نجم أنغولا. علق محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي على قرار اتحاد الكرة بإقالة المدرب روي فيتوريا من مهمة تدريب الفراعنة عقب الإقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث أرفق صورة تجمعه بالمدرب فيتوريا وعلق قائلا: شكرا لك على كل شيء أيها المدرب، أتمنى لك الأفضل في المستقبل. رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بالإجماع الاستقالة التي تقدم بها سامويل إيتو من رئاسة الاتحاد عقب إقصاء الأسود غير المروضة من كأس أمم إفريقيا، وبالتالي جددوا ثقتهم فيه لمواصلة إعادة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية على جميع المستويات على النحو المنصوص عليه في خطته التي اعتمدتها الجمعية العامة المنتخبة في 11 من ديسمبر 2021. وصل المنتخب الأردني لنهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمته لكوريا الجنوبية بثنائية دون رد في مباراة نصف النهائي، ليواجه يوم السبت المقبل الفائزة من لقاء قطر وإيران والتي ستقام يوم غد في نهائي مثير مرتقب. شارك المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في تدريبات فريقه اتحاد جدة السعودي مساء الاثنين بعدما انقطع عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة ولم ينتظم في معسكر الفريق الذي أقيم في الإمارات. وكان النادي قد أعلن رسميا قبل أيام أن كريم بنزيما يواصل برنامجه التدريبي الخاص تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية. منح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نجمه البلجيكي كيفن دي بروين
جائزة لاعب شهر يناير نظرا لما قدمه مع الفريق في الدوري الإنجليزي منذ عودته من الإصابة. وأكدت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام أن دي بروين صنع 150 هدفا لفريق مانشستر سيتي في جميع المسابقات حتى الآن، مع ظهوره رقم 363 مع السيتي بعد الأسيست الذي أهداه لزميله فودن أمام برينتفورد يوم أمس.